وكنشكروا بهذه المناسبه الاخوان ديال 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 الشرطه القضائيه بعين السبع لانها نصفتنا وما ما دارتش معنا شي حاجه اللي هي خارج القانون. وبالعكس وكنشكروا من هذا المنبر هذا رئيس الشرطه القضائيه ورئيس الشرطه الامنيه. الله السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله هذه فرحه سعيده، يعني كنبلغ الاخوان المنخرطين ضحايا وداديه الواحه انه تم الالقاء على الاخطبوط، يعني وكان ذلك بالفضل ديال مجموعه ديال السكان لاننا حاصرنا هنايا في شارع ديال برانس مولاي عبد الله. وهذه فرحه كبيره ان نبلغ الضحايا. وهذا جانب. الجانب الثاني ان هذا الاخطبوط هذا انه هو موضع عنده مذكره بحث يعني من طرف السلطات الامنيه ديال البرنوصي. وكنشكروا كذلك كل ما تعاون معنا خصوصا السيد رئيس المنطقه الامنيه وكذلك رئيس الشرطه الامنيه بالبرنوصي. يعني هذا جانب. الجانب الثاني هو ان هذا الاخطبوط هذا راه مازال كيتمادى انه في النصب والاحتيال، واللي بلغني انه عنده كذلك شيكات ناصب على بعض الاخوان انه ناصب عليهم، وانه ان شاء الله يتقدم امام المحكمه الجزائريه بعين السبع. ومن ثم ان شاء الله نتمنى من القضاء ينصفنا. وكنأكد عندنا جوج ديال المطالب. المطلب الاول هو استرجاع الاموال ديالنا البايضه بما فيها يعني النوار، والمطلب الثاني هو الزج بهذا السيد هذا للحبس وياخذ العقاب ديالو باش يكون واحد العبره للمفسدين في هذه البلاد. والنقطه الثالثه هو كنزيد نحذر الجاليه لانهم عندنا هنا بشكل كبير، لانهم ما كنقدروش كيفاش نتواصلوا معاهم. وكنتمنى من القضاء ينصفنا ويسترجع ديالنا الحقوق ديالنا. وكنشكر كذلك هيبه بريس اللي هي ديما معنا. وشوف بعض الاخوان هنايا كان بعض الاخوان هنايا كيتواجدوا هنا في مقر ديال سميتو ديال العمل ديالهم، وهما اللي استطاعوا انه هو يقولوا لنا بانه راه كاين موجود. جينا تقريبا ما جيناش كلشي، جينا تقريبا واحد 6 الناس راه مازال الاخوان كيتواجدوا ولكن وحاصرناه باللافته. راه داكشي كلشي موثق عندنا، وكيجيو في الاخر الناس ديال الامن وكيشدوا معنا. وكاين كذلك واحد المواطنين انهم تا هما حاصروا معنا وبدا كيتفوه بواحد الكلام سفيه، وراه المواطنين وعندنا هادشي كلشي مسجل. راه المواطنين كلهم لاحظوا هاد الحوايج هادي وقالوا لنا ودي خليوه ما تهضروا معاه ما والو. الحمد لله حنا ان شاء الله بغينا ناخذوا بالتعر ديالنا لهاد الاخطبوط هذا، ونتمنى يكون عبره لجميع المفسدين في هذا البلد هذا. من الضحايا ديال وداديه الواحه، ضحايا ديال النصب والاحتيال اللي تعرضنا لها مع عند رئيس الوداديه اللي نصب علينا لمده تقريبا من 2013 لحد الان، ودرنا بشكايات، كنا درنا وقفات درنا شي بشكايات، وكيرفض انه يمتثل للشرطه القضائيه يعني. ودابا لقينا عليه القبض، هو روشيرش دابا حاليا راه عند الشرطه. الاموال اللي مشات لينا احنا ما يقارب 500 مليون، ما بين 400 مليون و 500 مليون غير المشروع ديال وداديه الواحه حليف سيدي مؤمن. والناس ديال الواحه ديال دار بوعزه راه اكثر من 6 مليار اللي نصب عليهم، وهادشي هاد الناس اللي رفضوا اللي داروا شكايه. اما كاينين شي وحدين مازال ما عرفناهمش كاع، حتى هما منخرطين. لانه كيتخلص يعني كيتخلص من الوداديه بمليون في الشهر. هو مبحوث عليه موضوع مذكره بحث في حقه بتعليمات من عند الرئاسه العامه، من عند النيابه العامه، من عند وكيل الملك، مبحوث عليه من عند الشرطه القضائيه ديال سيدي البرنوصي. مبحوث عليه بجوج شيكات يعني قبل ناصب عليه الشيكات، وزاد نصب علينا احنا مبحوث عليه في القضيه ديالنا احنا ديال النصب والاحتيال ديال الوداديه. لك الحمد لله فرحانين بزاف حنا، لان راه اول حاجه القانون عطانا حقنا بانه حطوا مذكره بحث، عطانا حقنا. ودابا كنتسناو من النيابه العامه تزيد ترجع لنا الاموال ديالنا. عندنا جوج ديال المطالب. المطلب الاول هو يعني نتمنوا من القضاء ينصفنا من هذا الاخطبوط هذا،
ونتمناو كذلك ياخذ العقاب ديالو وباش يكون ياخذ العقاب ديالو بالسجن، كنتمنى ياخذ العقاب ديالو بالسجن باش يكون عبره للمفسدين في هذا البلد. والمطلب الثاني هو استرجاع الاموال ديالنا بما فيها المصرح بها والغير مصرح بها، لان هذا السيد هذا نصاب وكينصب كذلك باسم البحريه الملكيه، لانه هو غير فورم في البحريه الملكيه وكينصب. يعني احنا تقريبا واحد 30 واحد هنايا اللي ناصب علينا وموجه لي دعوه قضائيه للشرطه الشرطه القضائيه بامن البرنوصي، وكذلك شكايه الوكيل الملك بالمحكمه التجريه بعين السبع. ونتمناو من القضاء ينصفنا، نتمناو من القضاء ينصفنا، نتمناو من القضاء ينصفنا ان شاء الله. نحن ان شاء الله ان شاء الله غادي نكونوا نديروا واحد الوقفات اللي هي وقفات باش نبينوا بالظلم اللي تعرضنا له من طرف هذا الاخطبوط هذا، باش ياخذ واحد العقاب شديد. هذا اخطبوط ما عمرني شفت شي واحد بحاله، انه نصاب كبير وانه هو من ديناصورات الفساد في المغرب من مافيا العقار. تقريبا واحد 400 مليون اللي مشات لينا حنا غير 30 واحد، ولكن دابا من تشد هذا الاخطبوط هذا راه غادي يجوا ضحايا اخرين، لانهم كانوا متردين باش ما باش 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 ما يكونوش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.